صحيح. وكان دايما يا كابتن سامي احنا دايما نقول ايه، الجمهور مستعجل، الجمهور طمعان، الجمهور حتى عايز اللعيبه لما تنزل الملعب تخلص في اول شوط. فهو ده بس اللي يعني ايه ممكن يكون بيقلق الناس شويه، بتبقى قاعده على اعصابها. انت عارف الايام اللي فاتت دي والاسابيع اللي فاتت تحديدا كانت كلها مباريات مهمه، وكانت كلها مباريات مصيريه تقريبا. ف ده برضو الجمهور معذور من ناحيه. لا طبعا طبعا اعذرهم طبعا انا اعذرهم، لكن اعتقد برضو الحمد لله اللي احنا كنادي الحمد لله وكاداره وكمجلس بتحققوا الهدف ولاعيبه الحمد لله. اعتقد اللي احنا الفتره دي الحمد لله على قد ما قدرنا اسعدنا جمهور النادي الاهلي في البطولات اللي احنا عملناهم، في الاداء اللي احنا بنعمله، في كل الحاجات المستويات اللي احنا بنعمله. يمكن حتى كابتن هاني حتى الناس برضو تكرارا للي احنا بنكمله، ان احنا حتى في كاس العالم الناس حتى بتشكك في الفرقه اللي بنلعبها قبل ما نلعب الدحيل. الدحيل احسن فرقه والنادي الاهلي مش هيقدر يعمل معاها حاجه. لما كسبنا الدحيل لا، فرقه الدحيل فرقه عاديه وفرقه متوسطه. برغم كده حصل مع بايرن ميونخ النادي الاهلي هياخد سكور كبير، لما حصل قليل لا اصل بايرن انتوا ما رحتوش للجون، انتوا ما هاجمتوش. لما حصل في الماتش الاخير برده نفس القصه، اصل انتوا كسبتوا بضرب. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ فاحنا يعني الموضوع مش هيبقى ليه اخر. كابتن انا يعني كان ليا تعليق كابتن، كان اي حد بينتقد النادي الاهلي في الفتره دي كان نفسه يكون متواجد، اذا كان المدرب يبقى كان نفسه مدرب النادي الاهلي، لو كان مشجع كان يبقى مشجع النادي الاهلي. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، كان نوع من انواع الغيره شويه، نوع من انواع الغيره. كابتن ما الغيره كابتن برضو انا ما ينفعش مثلا انا راجل لسه في ثانويه عامه وبنتقد واحد في ماجستير، راجل بيحضر ماجستير، فصعب جدا. يعني انت حلوه الجمله دي، ازاي توصل للمرحله دي. صحيح. حلوه الجمله دي، ممكن نشكرك عليها كابتن سام. لا حقيقي طبعا طبعا بنشكره طبعا وعلى الجمله كمان انت بتقولي قال جمله حلوه، لكن ليها مدلول اكيد الناس عارفاه. كل اللي بنطلبه هو كابتن سامي وجماهير النادي الاهلي بتطلبه، زي ما انتم ماشيين، انتم ماشيين يعني دايما الهدف قدامكم والبطولات قدامكم. ان شاء الله كلنا ثقه فيكم، وان شاء الله باذن الله مشوار بقى العشره يا اهلي باذن الله. انتوا كنتوا وشكم حلو علينا دايما في التاسعه، ودايما كنت بتقولها لنا، وسام بتقولها دايما كل اللعيبه، وحضرتك دايما كنت بتقولها وتدعمونا دايما. الحمد لله. ان شاء الله احنا نوعدكم برضو ان شاء الله اللي احنا نقاتل عليها، عشان ان شاء الله نوفي بالوعد لينا والجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. اللي جاي احسن يا كابتن سامي ان شاء الله. تحياتنا ليك والكابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا كوتش مستر موسيماني، واكيد للعيبه على تحقيقهم لحد النهارده، يعني انجاز ولا اروع في الايام اللي فاتت، والنهارده انطلاقه رائعه للاهلي في دور المجموعات الافريقيه.